بيك. اهلا بك يا اسلام، اهلا بكل المستمعين من تونس الحبيبه. باهي، تحكينا شويه على الاجواء حاليا قبل المقابله، وحكينا عرض النص ساعه تقريبا اللي مرت من المقابله وتقدم الوداد حاليا. الاكيد ان المباراه حاسمه، هي جوله واحده الان في مدينه الدار البيضاء في انتظار جوله الحسم بتونس. الوداد متقدم الحدود الدقيقه 33 عفوا بهدف العائد محمد النهيري، مدافع محمد النهيري اللي سجل هدف جميل بالراس. في البدايه فريق النجم هو اللي كان بدا الضغط وحاول على انه يوصل المرمى رضا التقناوتي، ولكن دفاع الوداد كان صلبا وحاول امتصاص ضغط فريق النجم. الوداد يعرف ان النجم حل بمركب محمد الخامس، مركب الرعب الصمود التاريخيه. كانت هناك مواجهات كثيره بين الوداد والنجم، النجم فائز بلقب افريقي على حساب الوداد، وكذلك سبق وان اطاح بالوداد في احد الادوار لاحد المسابقات الافريقيه. اذا المباراه اليوم الوداد استعد لها جيدا رفقه مدربه الجديد خوان غاريدو، المدرب السابق للنجم الساحلي التونسي الذي ربما يعرف كل كبيره وصغيره على فريق النجم. فريق النجم بالنسبه له هو كتاب مفتوح، واليوم انه يلعب على نقاط قوه وكذلك ضعف فريق النجم، بالرغم ان الوداد متقدم بهدف، ولكن النجم ما حطش ايديه كيف ما تنقولوا، حاول على انه يباغت وانه يوصل المرمى التقناوتي، ولكن التقناوتي كان في المكان المناسب. بالنسبه للاجواء، الاجواء هي حماسيه كيف ما تعرف دائما. حبيت اسالك على الجمهور حنان، ما يسمع في اصوات جماهير بحذاك؟ لا، الجماهير كثيرة. أنا حاولت أنا في القاعة المغطاة للفوق اللي مختصة بالتعليق باش توصلك كلامي بشكل أوضح وتكون الرسالة واضحة. الجمهور كبير وجمهور حماسي، وهناك أيضا الآلاف من أنصار النجم حلت في مدينة الدار البيضاء لمساندة النجم التونسي. هناك ترحاب بالجمهور التونسي بالجمهور النجم، بحيث ان جمهور الوداد فتح الابواب ديالو لجمهور النجم. كانت علاقه اخوه وود بين الجمهورين، هذه اللي تنبغيوها دائما ان تطبع العلاقات المباريات العربيه، لان في السنوات الاخيره بدينا تشوفوا اسلام للاسف دائما تكون تشنجات واعصاب وحساسيه في المواجهات العربيه. اليوم مباراه النجم والوداد لحد الان تعطي رساله قويه ان هذه فقط مجرد مباراه كره قدم فيها الفوز وفيها التعاود وفيها الانتصار. اكيد اننا في دور الربع ولابد خصنا متاهل واحد انه يمشي للنصف النهائي، مهما كان ان كان المتاهل الوداد او النجم غادي يكون متاهل عربي ويحمل امال الكره العربيه وكذلك المغاربيه ان شاء الله الى النهائي اللي كنتمنوا ان يكون طرفي عربي على غرار النسخه الماضيه وما تكررش احداث النسخه الماضيه، لان الان ماشي الوقت ولا الظروف اننا نهضروا فيها. خلينا في مباراه النجم والوداد، هي مباراه اخوه، مباراه اشقاء على ارضيه الملعب وكذلك في المدرجات. الوداد الان متفوق، فريق النجم اللي كان على الورق اكثر جاهزيه من الوداد، لانه برغم انه غير حتى هو المدرب واستعن بالزواغي، فاز اخر مباراه في الدوري التونسي الخماسيه، في حين ان الوداد خلال الجولتين الاخيرتين كان منهزم امام الدفاع الحسني الجديدي وكذلك يوسف برشير. الوداد كان مر بمرحله فراغ نجمع عليها تغيير المدرب، رحيل الفرنسي سيباستيان، تعويضه بالاسباني هذه المره المدرسه الاسبانيه خوان غاريدو الذي كان مدربا سابقا للنجم الساحلي التونسي. ولكن مثل هذه المباريات عندها طقوسها وعندها ظروفها ويمكن حتى جزئيات هي اللي يمكن انها تحسمها الفريق اللي يكون اكثر استعداد، اللي يكون اكثر أكيد. تركيز ليملك المفاتيح. وتعتقد ان غاريدو قبل انطلاق المباراه كان واحد الانتقاد كبير لتشكيلته، انا دخل بتشكيله مغايره لتابعتها اسلام.
شكرا. اعتمد على تشكيله مغايره، اعتمد على الحسوني الاول منذ البدايه، عوده الناهيري اللي كان مبعد على التشكيل الاساسي كقرار جذري، عوده الحداد من الاصابه الاكيد من غتنعش خاصه هجوم فريق الوداد. اذا غاريدو في المباراه هو غامر، ربما هي اعتقادات واعتقادات اللي هي سليمه، ولكن بالنسبه للجمهور غامر لانه اعتمد على تشكيل مخالف، ولكن لحد الان هو انصف نفسه لانه متقدم. كمغربية نتمنى ان الوداد يناقش المباراة جيدا ويمكن من تسجيل اهداف، لان الفريق نجم فريق كبير. ومن جهتنا كتوانسة اكيد نتمناو ان النجم الساحلي هو اللي يفوز اسلام حق مشروع التوانسة، حق مشروع المغاربة، وما غيفتش للود قضية. بالطبع اكيد. كما قلت لك نعم اخي. شكرا لك حنين، ظهر لك افيت وافيت على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها. اكيد في المقابلة الاولى من تشامبيونز ليغ اليوم الاهلي المصري كان فاز على سان داونز 2-1 دوبلي لاعب الدوري التونسي علي معلول. الدفعة الثانية من مقابلات كأس تونس اللي تلعبوا اليوم، الشابة كانت نهزمة ضد اتحاد بن قردان بالبنالتيات بعد ما انتهت المقابلة بتعادل سلبي دون أهداف. تطاوين تأهلت على حساب أريانا 4-2. الشبيبة انهزمة ضد الكلوب 3-0. سجنان تعادلت مع الحامة 1-1، وتأهل كان للسجنان أو للحامة بالبنالتيات. ثم منزل تميم انهزمة ضد بنعروس 2-1، وتأهل كان النادي بنعروس. لجنة النزاعات أجلت الحكم في قضية علي الدين المرزوقي مع السي اس اس اليوم 21 مارس. اللجنة أيضا فسخت عقد جاك ميدينا مع السي بي، ومتوقع اللاعب يكون على ذمة ستاف تكنيك متاع الملعب التونسي في المقابلات القادمة. في حين أجلت أيضا الحكم في نزال حبيب الوسلاتي اليوم 11 أبريل بطلب من محامي اللاعب علي عباس. نحكي وهوند اليوم تلعب المقابلة الجولة الخامسة من بلاي اوف البطولة. نعطيكم النتائج: الليتوال فازت على المكنين 30-20، ساقيت الزيت فازت على اسبيرونس 32-30، قصور السيف فازت على الحمامات 33-29، الكليوبا فازت على المهدية 35-25. نتائج مقابلة الجولة الأولى من بلاي اوف الفولي: القليبية كان فازت على سعدية سيدي بوسعيد 3-0، الليتوال انهزمت ضد اسبيرونس 3-1، الكناوية كانت انهزمت البارح ضد السي اس اس 3-1. اهم المقابلات في العالم، نبداو مع البريمير ليج الانجليزيه، مقابله شيفيلد واستون فيلا وقع تاجيلها، كذلك بقيه المقابلات. مفاجاه هزيمه ليفربول ضد واتفورد 3-0، برايتون انهزم ضد كريستال بالاس 1-0، نيوكاسل تعادل مع بيرلي دون اهداف، وستهام فاز على ساوثهامبتون 3-1، بورنموث تعادل مع تشيلسي 2-2. في الليغا ايبار فاز على ليفانتي 3-0، فالنسيا فاز على بيتيس 2-1، ليغانيس تعادل مع ديبورتيف ولافيس 1-1، سام تعليل يبدا ماتش غرينادا مع سلتا فيغو. في الكالتشيو لازيو فاز على بولونيا 2-0، تسعه ربع يبدا ماتش نابولي مع تورينو. في البوندسليغا دورتموند فاز على فرايبور 1-0، ماينز فاز على بادربورن 2-0، وغوزبورغ انهزم ضد جلادباخ 3-2، باوفنهايم انهزم ضد بايرن 6-0، وكولم فاز على شالكا 3-0. في الليك ان بي اس جي فاز على ديجون 4-0، بقيت المقابلات في نص ساعة لعب: موناكو متعادل مع غانس دون اهداف، مونبلييه متعادل مع ستراسبور دون اهداف، تولوز منهزم ضد غان 1-0، بريست متعادل مع اونجي دون اهداف، اميان منهزم ضد ميس 1-0. ايكو سبور اوفيت، اكثر اخبار تلقاها مع السيت راديو اكسبريس اف ام.com. اجمل تحيات اسلام المتبر.